جهة ألكسندرسون. كرة ترجع ورا الآن لمصلحة المنتخب السويدي عن طريق ليندروس لاعب إيفرتون، 17 مباراة و22 سنة، هذا لاعب صغير، والكرة تلعب تتخلص تتخلص توصل مرة ثانية ألكسندرسون يشوت وجول للسويد. هدف 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 عن طريق ألكسندرسون، هدف صاروخ من خارج منطقة 18. شوف هذا داني ميلز يعني غضبان وزعلان على هدف التعادل للمنتخب السويدي. كرة حلوة كانت للسويد عن طريق ألكسندرسون لاعب إيفرتون الإنجليزي. شوف توصل له أبعدها، لاحظ يعني لما تخلصت من المدافع على طول أخذها ألكسندرسون، راح موسع لنفسه واجه المرمى وبالتالي حطها هني. لاحظ هذا هو سبب داني ميلز. ليش داني ميلز زعلان؟ لأنه هو اللي طلع الكرة أبعدها ووصلت على طول لألكسندرسون وعلى طول حطها واحدة شمالية حلوة، وبالتالي هدف التعادل الآن للمنتخب السويدي. واحد 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 عن طريق ألكسندرسون.